بالسياسة. كنت في السنوات الأولى من عمري كما صغار الكل ملهوف على الدنيا نقوم قبل العائلة الكل، كل إقبال على الحياة، وكانت ديما أصواتهم تسبقني ما تمسش ناحي من يدك، كلم بشوية الحيوط عندها وذنين وجارنا وذنيه ما شاء الله. كنت نتغشش وقريب ننطق ونقول لهم هما ما كانوش خايفين عليا من الضو ولا من النار ولا من هيشة حاشا السمعين، كانوا خايفين من ورقة فيها كلام تحطت في الليل من تحت الباب. مناش خايفين وما زلت منعرفش نقرأ الكلام، الكلام اللي تكتب أيضا على حيوط تكتب في الليل. وقاموا أعوان البلدية في الفجر عدوا عليه طرف دهن أبيض، وقتها عاد تعلمت نقرأ وقريته بل هجيته. هو نفس الكلام اللي في الورقة، في كل شيء أما ما فيهش لا كلمة وطن ولا اسم تونس. تونس اللي حبوها اليوم تجبر لهم الضرر وتعوضهم. بسم الله وكأحد منكم اليوم نطالب رئيس الحكومة باش ينطلق صندوق الكرامة قبل 25 جويلية ذكرى الجمهورية. بعدك التصريحات هذيك وقتها انطلقت الكذبة متاع صندوق تعويضات في 3000 مليار قبل 25 جويلية. صنعت الكذبة هذه في القصبة وانطلقت من القصبة، وذلك علاش أنا طالب تحقيق في هذا الأمر وتحميل المسؤوليات، لأنه اللي يكذب على التوانسة باش يحط التوانسة ضد بعضهم ويحقدوا على بعضهم ويتصوروا رواحهم ياخذوا في حقوق بعضهم، هذا ينجم يحدي الحرب أهلية. هم ما دفعوش على تونس بالأساس، واللي يحكموا زي ما كانوش يدافعوا على تونس بالأساس، كانوا يدافعوا على رواحهم، والعركة بيناتهم كانت عركة مصالح وأفكار وإيديولوجيا. يقولوا أنه اللي يحكموا وقتها عذبوهم عن طريق جلديهم، عذبوا وسجنوا ونفاوا واغتصبوا. لأنه ما زلت معرات، لماذا زلت؟ هل ستغطيني بعض المليمات؟ يوم جلس الاستئناف بس مشاكل خطية مالية قدرها أكثر من 1800 دينار تودع بي إصلاحية. التفت النائب النيابة العمومية قالت بل هو سجن مدني، قلت إنه حكمك أن حكم الله أقوى. ولما لم أجب على المناشير التي اتهمت بها باطلا قالوا يا عصفور عنا حفلة، وفعلا صنعوا بي حفلة وزينوا حفلتهم. إقبالي على الحياة تواصل في المعهد وفي لحظة خنقة وفي حصة العربية وقتها غنيت من غير ما نشعر. صافيني مرة وقفيني مرة، صافيني مرة وقفيني مرة، ولا تنسانيش كده بالمرة. أنا كنت نعاطف في الحياة، لكن الأستاذة اسمها رجاء في بالها نعكس فيها، قالت لي سي الحباسي قلة الحياة هذه توفرها للشارع. في الشارع كانت فما مسيرة لدعم العراق، وسمعت وقتها شعارات صدمتني على نفس الوزن تقريبا. كانت من نوع يزي من نفاق أبعث جيشك للعراق، شعار يضحك تقول يحبوه يحرك الأسطول السابع. ما كملتش الضحكة شرقت بالغاز، أي شرقت ونحبها لحقي. حتى نستنشق الغاز بومبا كرموجين حكم تونس يهم السدرين بالتعويض. صوروا مواطن مشاهد في مظاهرة ولا في مسيرة شميت الغاز تقول أنا ولا أتضرر لأني شميت الغاز وحكمهم بالتعويض. وقتها للتاريخ حق خذيته، ما تراكوا 3 أيام طرد من ليسي على الغناية مش على المسيرة، يعني مانيش مناضل كيما سي بنتيشة. كنت تكلم على نوردين بنتيشة في 91 تترد من المعهد لمدة 15 يوم ومن طلبش يعني بالتعويضات، لأنه حتى حد ما طلب مني أني نعطي مواقف ضد النظام على خاطره، وما طلب مني حتى حد يكون عندي مبادئ، وحتى حد ما طلب مني أني ننظف في بلاسته. ذكريات المطرك توصلت في الجامعة، وقت كان فم جماعة يعيطوا لبعضهم الرفاق يهيجونا باش يخرجونا في مسيرة على أي موضوع. احنا نخرجوا من الحرم الجامعي والرفيق يرجع مع الرفيق يركشوا في المشربة. خرجنا ونلقاو الحاكم يستنى فينا في دورة حي النصر نتاع منوبة مش لاخر، وما كليتش مطرك. تعلمت أنه الحاكم ما يضرب كان اللي يخاف ويهرب، كما هرب زميهم في الثورة. ثورة ما شاركتش فيها وقتها، نخدم في جوهرة الإذاعة الوحيدة اللي ما عادتش ربوخ، ومزود بعد خطابة لطاش جانفي العظيم اللي خلى توانسة ينبهروا خطابات المظلومية وشعارات اليسار والحدث. وتعدد سنوات الترويكا الفاشلة والشاهد الأفشل، وجات 2019 وجابت البرلمان الحالي اللي من أول نهار والجماعة عالقين في صبيانياتهم وعركاتهم الخاصة. يا مزرمة يا فساد، يا عسامة يا فساد، بالرز القلوشي ليش واحد فيكم يا خمس. هذه الأساليب القذرة الهمجية العنيفة الميليشياوية. يا فيش ابعدني ابعدني، أي واحد منكم بكلام دي تشوفه شوفه ابعد من بحر سيدي، تلفون 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 تلف
تسمعوا يا تويسة؟ شفتوا الميليشيا؟ يا شيناديو لكم نوابك يا سياسيين، ما تراوش ما تسمعوش ما تحشموش، عادي أجلوا عركاتكم، فما ناس غلطت فيكم وانتخبتكم قاعدة تعارك من أجل الحياة. المركب قاعد يغرق بينا. السياسة